السلام عليكم النهارده هنكمل الجزء الأخير في الدرس الثاني من الوحدة الأولى عن الأبلكيشن أون ريشيو أند بروبوشن. النهارده هنتعلم حاجات عن إزاي نتعلم نستخدم البروبوشن في السيلز والبراشز وبعض المواقف الحياتية التانية. تمام؟ لو سمحت تعمل لايك على الصفحة بتاعتي. سواء الفيسبوك أو الإيه؟ اليوتيوب بدل أنت متابعني لغاية دلوقتي. البرسنتيج ودي آخر بارت عندنا شباب. The word percentage can be broken down into two parts. ممكن اعملها broken down اقسمها لجزئين. Pre, bear, اول حاجه bear. This part means for each or out of. يعني جزء كلمة bear يعني معناها for each كل واحد لكل جزء. Sent this comes from Latin word for, uh, for 100. يعني sent refer to shit in 100. فالبرسنتاج means 4 اتش 100 4 اتش 100 او اوت اوف 100 يبقى يعني عندي جزء من ال100 فور اكزامبل لو انا بتكلم 75 اون تيست اتس مينز هي جوت 70 أو 75 اوت اوف 100 ال100 هنا بتمثل التوتال مارك او الهول مارك وال75 دي الدرجه بتاع الطالب فالبرسنتج بتعتبر ايه بارت اوف ا هول بارت اوف ا هول فالجزء الثاني من البرزنتيشن هو ال 100 بيبقى مرتبط بالهول او بالحاجه الاوريجينال او بالحاجه الاصليه ركز في الكلام ده نروح على السؤال اللي بعد نبدا نشوف الاسئله بتاعتنا او ازاي بنفهم ده هناخد جزء من سنه سته من جريد 6 نشوف رايت ذا percentage از a fraction اند decimal عشان نفهم اكتر ده 75% 75% عشان اخليها فراكشن فانا هقول لها هعملها 70 5 اوفر 100 طبعا مسمى ممكن اعملها في سمبليفاي هعمل ديفايت 25 وديفايت 25 طيب طب لو انا عايز اعمل ال 75 دي از ا ديسيمال عايز اعملها ايه ديسيمال هعملها ازاي بكل بساطه احط البوينت بعد 2 ديجيتس هحط لها بوينت بعد 2 ديجيتس يبقى هنا 75 يبقى 0.75 لاني يعني بعمل ديفايد 100 يعني احط البوينت بعد 2 ديجيتس طيب 8% ذا سيم واي هيبقى 8 لو انا عايز اعملها فراكشن اوفر 100 اعملها سيمبليفايد ديفايد باي 2 ايكوال ديفايد باي 4 ايكوال 2 ديفايد باي 4 25 تمام طب ال 8% عايز اعملها ديسيمال uh, هنحط البوينت بعد 2 ديجيت هنحط البوينت بعد 2 ديجيتس يبقى انا هنا عندي 1 ديجيت فهعمل 0 للهول بوينت 08 عشان تبقى 800 لان هي اوفر 100 تبقى 800. ده لو انا عايز احول الديسمال لايه؟ لفراكشن البرسنتج لفراكشن او لديسمال. طيب كومبليت برضه حاجه من جريد 6 15% اوف 500 كيلو جرام. اوف دي يا شباب بتتعمل معناها مالتيبلاي. يبقى هعمل 15% تايمز 500 لان هنا ال 15 اوفر 100 هعملها تايمز 500 اللي هي كيلو جرام. طبعا بالسمبليفاي يا شباب هنشيل 2 زيروز مع 2 زيروز اوفر 1 واعمل 15 تايمز 5 تطلع 75 وده كان كيلو جرام يبقى كيلو جرام. طيب اللي بعده طب 20% of وات متر وات ان مترز ايكوال 80 مترز. طب زي ما اتفقنا هي ديت تايمز يبقى انا عايز 20% تايمز نمبر ايكوال 80، 80. طيب يبقى انا هضطر اعمل ديفايد عكس عكس مولتبلاي ديفايد يبقى هعمل 80 ديفايد باي 20 اوفر 100 يعني السنه اللي فاتت يا شباب واللي قبلها لما كنا بنعمل ديفيجن باستخدام الفراكشن كنا بنعمل ايه؟ ها سامعك ها كمان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل 80 ونعمل مولتبلاي نعمل تشينج وبعدين فليب لل 100 اوفر 20 واعمل سيمبليفاي اشيل الزيرو مع زيرو و80 ديفايد باي 2 تيكوال 40 تايمز 10 تطلع 400 يبقى خلي بالنا من الحاجات دي عشان انا هنا بقول ايه 15% اوفر 500 يبقى يعني عايز الهو البارت اللي بيمثل 15% لكن هنا 20% اوف وات هنا كان الهول فانا كنت عايز الايه الهول مش عايز البارت فعملت ديفيجن نكمل نشوف هنا بعد كده طيب in an if an item price was reduced reduce يعني ايه يا شباب؟ خفضنا سعره from 2000 LE كان السعر الاولاني 2000 LE في التخفيضات خليناه 1800 LE طيب what is the deduction percentage يبقى هو المثل بيسال على deduction percentage deduction اللي هي زي reduce التقليل قللناه كام percent؟ فأنا عايز أعرف الأول هو reduce amount إيكوال كام؟ قللنا كام؟ أنا كان عندي 2000 minus ال 1800 يبقى أنا قللتها 200 لأن ده المبلغ الأصلي الأوريجينال وده بعد ما عملنا تخفيض الـ reducing يبقى الريديوسنج هنا قللنا كام؟ قللنا كام من هنا لهنا؟ عملت ماينس وعرفت 200 طب انت عايز تعمل ديدكشن برسنتيج البرسنتيج ديدكشن هيبقى عامل ازاي يا شباب؟ هنعمل انا قللت deduction الديدكشن هو الايه؟ الريديوسنج قللنا كام؟ 200 من شويه قلت لك ايه البرسنتج بتبقى اوفر الهول او اوفر الاوريجينال ايه هو الاوريجينال ال2000 ولا الـ 1800 الاصل كان ايه ده ولا ده طبعا هو ده الاصلي لان ده اللي كان الموجود الاول وبعدين خفضنا ل1800 يبقى هنعمل اوفر 2000 وعشان اعمل كونفرت البرسنتج عشان اعمل كونفرت للبرسنتج هعمل تايمز 100 بيرسنت وابدا اعمل سيمبليفاي واحافظ على علامه البرسنتيج يعني مش هدخلها معايا في السيمبليفاي ولا هدخلها على الكالكوليتور يعني لو بشتغل بكتب على الكالكوليتور هكتب الجزء ده بس على الكالكوليتور يا شباب تمام طبعا هي مش صعبه هشيل 2 0 مع 2 0 و 0 من هنا مع هنا وتبقى 20 اوفر 2 تطلع 10 10% يبقى انا الريدكشن او ديدكشن برسنتيج تطلع 10% تمام يبقى هنا بعلمك ايه ازاي اجيب البرسنتيج ازاي اجيب البرسنتيج من ارقام او من ريشيو عندي لازم ريشيو تايمز 100 يبقى عشان اجيب البرسنتيج يا شباب لازم اعمل ريشيو اللي عندي تايمز ايه 100 واطلعها تطلع 10 او تطلع 15 وتطلع زي ما تطلع وهحط لها علامه البرسنتيج بسم الله كمل السؤال اللي بعده يا شباب مركزين نقرا هدى ريسيفد ا 10% ديسكاونت rate on pair of shoes from one of the stores. هي راحت محل فلقت المحل عامل ديسكاونت 10%. she paid دفعت 360. خلي بالك يعني هي ايه؟ بيد يعني ايه؟ بيد يعني دفعت. طب هي هتدفع بيفور ديسكاونت يعني هدي الراجل 360 بعد ما قبل التخفيض قبل ما خفض لها ولا بعد؟ اكيد بعد الايه؟ التخفيض انا اروح بفاصل معاه بقول له التخفيض كام؟ خلاص يقول لي مبلغ كان كذا بقى 360 فهياخد مني 360 يبقى الرقم ده هي اللي دفعته يعني اللي كان بعد التخفيض افتر ديسكاونت وات ووز ذا اوريجينال هو مثلا بيسالني على الاوريجينال برايس تعالي نتعلم حاجه في مسائل البرسنتج عشان نحل بيها يا شباب البرسنتج ال 10% دي بتاع مين؟ ديسكاونت يبقى ديس كاونت الديسكاونت عندي كان 10% احط 10 الديسكاونت عندي حالتين قبل الديسكاونت وانا داخل المحل كان كاتب على كان كاتب لي ايه كاتب لي الحاجه دي بكذا فانا لازم اعرف الاول احط الاول هنا احط والله بيفور الديسكاونت وهنا افتر ديسكاونت يبقى انا خلي بالك انا لسه هنا في علامه البرسنتيج ال 10% دي بتاعت مين ديسكاونت زودت انا ايه بيفور ديسكاونت والافتر ديسكاونت انا بتكلم ان الديسكاونت ده بارت 10% اوت اوف 100 دايما البيفور بيبقى الاوريجينال بيبقى الاصل فبس بحط له ال 100 ليه لان هو انا بقول ايه 10% 10 اوت اوف 100 10 من 100 من 100 فال 100 دي تروح في فين للحاجه الاوريجينال اللي هي البيفور وابدا امشي المساله بتاعتي بالترتيب لو انا عندي البرايس كان 100. عملت له ديسكاونت 10 يبقى هيبقى بعد ديسكاونت كام؟ 90 هيبقى كام؟ 90 تمام؟ يبقى هنا يا شباب اقول تاني ال 10% دي حاططها في النص قبل بيفور ديسكاونت هيبقى هو دايما 100 يبقى الجزء اللي هنا اللي قبل اللي قبل ده اللي على الشمال هنا يبقى 100 وهنا عملت ماينس لاني بتكلم على ديسكاونت بتكلم على ديسكاونت والديسكاونت يعني تخفيض ما دام بخفض يبقى المبلغ هيقل فاضل عندي نقطه نقطه مهمه كده السطر الاولاني ده كونته كله من 10% 10 مبلغ 100 وعملت 90 بعدها كله من 10% طيب ال360 دورها ايه دورها بقى يجي في السطر الثاني هنا تحت البيفور او الديسكاونت او الافتر حسب ما انا افهم او حسب المساله تفهمني المساله بتقول لي ايه شي بيد يعني هي دفعت خلاص بعد الديسكاونت بعد الديسكاونت افتر ديسكاونت يبقى الرقم ده احطه فين وابدا اقول خلاص كده 360 تحت هنا الايه الافضل ال90 عايز احسب ايه لو عايز احسب المكان ده ممكن او احسب المكان ده ممكن شوف هو عايز ايه عايز الاوريجينال والاوريجنال برايس يعني الجزء البيفور يبقى عايز يحسب ده يبقى هو عايز يحسب الاوريجنال برايس اللي هو بالنسبه لي يا شباب اللي هو ايه؟ البيفور هعمل كروس مالتيبيليكيشن نشوف هنعملها نعملها ازاي 90 مع كده كده كروس مالتيبيليكيشن يبقى 360 تايمز 100 ديفايد باي 90 ايكوال وابدا اعمل ايه يا شباب؟ هشيل سمبليفاي او استخدم الكالكوليتر ديفايد 0 مع 0 ديفايد 9 ايكوال 1 ديفايد 9 ايكوال 4 اعمل 4 تايمز 100 يديني 400 ال اي وده مقبول جدا بالنسبه لي عقليا منطقيا ان المبلغ كان قبل التخفيض 400 بعد التخفيض 360 تمام؟ تمام ان شاء الله تمام <applause> بعدها عمر سابسكرايب تو هوم انترنت سيرفيس زي اي بيت عندنا في انترنت عمر بيدفع 520 ال اي بير مانث كل شهر بيدفع 520 بيفكرني بحد ده صح؟ الناس كلها بتدفع كده الناس بتعمل نت مره اثنين وثلاثه في الشهر 520 LA per month along with اه ده ده مش ده اللي هيدفعوا بس ده بيقول لك كمان along with مع كمان 14% as a tax تاكس حد عارف مع تاكس حد عارف معناها ايه غير التاكس بتاعتنا تاكس يعني ايه ضريبه بحط مبلغ زياده ريت ابلايد بيطبق تو ذا سيرفيسز في المبلغ بتاع السيرفيسز 520 بحط عليها 14% منها عشان يدفع توتال مبلغ تاني مختلف and what is the tax value and the total monthly subscription cost that عمر بيت طيب هنا انا محتاج ابدا الشغل بتاعي اركز هبدا بايه هبدا بالبرسنتج زي اي مساله الاقي فيها برسنتج ال14% بتاعه مين بتاعه التاكس يبقى التاكس هنا ها قبلها بي 4 بي 4 عادي قبل بعدها افتر ال 14 اهي بيرسنت قبلها دايما 100 بعدها هيتوقف بقى هل اعمل ماينس يعني انا 100 ماينس 14 ده لو التاكسز الضريبه بتقلل المبلغ الاصلي تمام لكن انا بالنسبه لي لما بروح ادفع حاجه خدمه وفوقها تاكسز يعني انا بزود عليا بيضيف عليا بنعمل اد للحاجه دي طيب يبقى انا بعمل ايه؟ انا هنا هعمل اد فيطلع 114 100 ايه 14 لان التاكس او الضريبه يا شباب بتزود ده كله السطر ده كله يا شباب برجع اعيد جبناه منين من 14% بس 14 هي التاكس قبلها بيفور 100 سته بتبقى موجوده معايا على طول والافتر عملنا بلس لان التاكس بتزود تعمل بلس بعد كده هبدا اشوف وات از ذا تاكس فاليو اه لسه انا احط اه اسف عندي ال 520 بس استخدمتهاش احطها فين؟ اه بيقول لك 520 عندي بفور قبل الضريبه ولا بعد الضريبه؟ ولا هي دي الضريبه؟ عمر سبسكريبشن كذا هوم سيرفيس فور كذا اه يبقى دوت المبلغ اللي قبل الضريبه ليه؟ لسبب لان ده اللي بتاع قيمه الايه؟ السيرفيس قيمه الايه؟ السيرفيس الخدمه لسه هيضيف عليها برسنتج وكمان هو خلي بالك عايز التوتال بيسالك على التوتال بيسالك على ايه؟ على التوتال فاهم؟ بسألك على التوتال يبقى هو مش عارف التوتال أصلا مش عارف الحاجة الإجمالي كام طيب يبقى 520 هنا يا شباب وزي ما اتفقنا هيبقى عندي مكانين أجيب المكان ده أو المكان ده المرة دي هو طلب الاتنين وات ذا تاكس فاليو وات ذا فأنا هجيب التاكس فاليو هعمل كروس هنا التاكس فاليو ايكوال 14 تايمز 520 أوفر 100 نحسبها 72.8 تمام؟ طيب انا هنا المبلغ اللي انا هشتغل بيه 520 ده الخدمه هضيف عليها التاكس اللي هي 72 يبقى التوتال هعمل بلس للسيرفيس مع الضريبه مع التاكس 72 قصدي .8 تطلع الاجابه بتاعتي 592 0.8 LE يبقى انا بدفع او عمر بيدفع في الشهر 592.8 LE ايه عشان يجيب الخدمه بتاعت انترنت عنده في البيت تمام ده بعد ايه التاكس افتر تاكس تمام نشوف اللي بعدها اميل كوستس 120 LE وجبه في محل بتكلف كذا and 30% of the cost is added حلو ده ايه 30% ده ايه of the cost على جزء من الكوست بيتضاف as the meal profit الله بروفيت طيب يعني ده ال 30% هي البروفيت وبروفيت قلنا يعني مكسب يبقى يعني ال 30% هي البروفيت هي المكسب زي ما اتفقنا 30 قبلها ممكن يا شباب عادي تسميها بيفور او تسميها سميها كوست التكلفه لان هو قال لي هنا الكوست بتاعنا 120 وده قبل الايه البروفيت فتبقى قبلها 100 زي ما اتفقنا ما دام دي 30 سوري 30 يبقى دي 100 اللي بعدها هنا افتر طيب نسال نفسنا الافتر اللي هو ايه بالنسبه لي هو سيلز المبلغ اللي هبيع بيه سيلز انا هبيع بيه ايه السعر بتاعنا طيب الافتر هنا معتمد على البروفيت طب البروفيت يعني ايه يعني مكسب يعني انا عملت الحاجه ب 100 هكسب عليها 30 يبقى هبيعها بكام ب 130 شاطر طيب الكوست بتاعنا كام 120 120 ده الكوست اللي قبل التكلفه طيب انت عايز ايه المستر طالب دي. وات از ذا ميب سيل برايس يبقى عايز السعر كله. هعمل كروس مالتبليكيشن سيلينج برايس سوري هي في خطه مطبعه هنا. سوري سيلينج برايس هيطلع يا شباب ايه؟ هعمل كروس مالتبليكيشن 130 تايمز 120 اوفر 100. 2 0 هيترولوا مع بعض. دي 120 اعمل 13 تايمز 12 2 تايمز 6 و 2 تايمز 2 تايمز 3 2 تايمز 6 تايمز 1 هنا 0 وتبقى 13 اعمل بلس يا شباب تطلع 6 5 1 ايكوال 156 LE يبقى هنا عشان الشركه تكسب 30% لازم تبيع الوجبه ب 156 LE عشان تكسب عشان تبقى ليه جزء الجزء اللي باعت بيه اكبر من ايه؟ من المبلغ بتاع الكوست شكرا وان شاء الله يكونوا فاهمين راجع الفيديو مره واثنين وثلاثه خلي بالك من الخطوات ولو في حاجه لو سمحت اكتبها لي في الكومنتات والقاكم على خير في الفيديو القادم باذن الله